لسه مكملين كلامنا عن البوتاجازات. هنتكلم النهارده عن بوتاجازات البلت ان، الغاز والكهرباء كمان. الكاونتر اللي موجود في البوتاجاز البلت ان لازم نتاكد انه يكون عازل للحراره ويكون بيستحملها بشكل كويس، وكمان يكون متين كفايه يستحمل البوتاجاز علشان مع الوقت ما يتقطمش، وكمان ناخد بالنا ان البوتاجاز يبقى متركب في مكانه بالظبط، ولازم حد متخصص اللي يكون مركبه. يفضل ان البوتاجازات البلت ان ما تبقاش قريبه من الحيطه، علشان الزيوت والبخار اللي طالعين من البوتاجاز هيخلوا شكل الحيطه يتغير، ويفضل ان السطح ده ما يكونش خشب علشان هيبقى صعب قوي في التنظيف. ممكن يبقى حاجه زي السيراميك مثلا او اي حاجه متعالجه نقدر ننظفها بسهوله. في البوتاجاز البلت ان المفاتيح غالبا بتبقى على الجنب، وده طبعا بيبقى امن بكتير عشان الاطفال ما بتقدرش توصل لها، وكمان بيبقى احسن علشان لو حاجه اتدلقت ما تقعش على المفاتيح. البوتاجازات البلت ان لو هي اشعال ذاتي ده معناه ان هيبقى وصل لها كهرباء. لازم نتاكد ان السلك يكون بعيد تماما عن اي مصدر للميه علشان الستانلس ستيل بيوصل الكهرباء كويس. لون النار اللي خارجه من الشعلات لازم نتاكد انها هيكون ازرق، لانها لو احمر او اورنج شويه ده معناه ان نسبه الغاز زياده، ومع الوقت نسبه اول اكسيد الكربون هتزيد وهنلاقي لون اسود بقى على كل الحلل عندنا. كده خلصنا كلامنا عن البوتاجاز البلت ان الغاز. هنتكلم عن البوتاجاز البلت ان الكهرباء. واحنا بنختار بوتاجازات الكهرباء نراعي الناحيه الاقتصاديه، عشان مش في كل البلاد الكهرباء نفس السعر. لو الكهرباء عندنا سعرها كويس ممكن نركب بوتاجاز كهرباء، اما لو الغاز اوفر نركب غاز احسن. البوتاجاز البلت ان الكهرباء بيبقى عباره عن مسطح املس زي السيراميك او زي الرخام، وبتكون شكل الشعلات متحدد عليه بس بالرسم مش بتكون بارزه. من عوامل الامان في بوتاجاز الكهرباء البلت ان ان بعد ما بنستخدمه لو هو لسه سخن بيفضل فيه لون احمر بسيط على سطحه، وده بيخلينا ناخد بالنا ما نحطش حاجه ممكن تسيح او ايدينا تيجي عليه فنكلس. لازم نستخدمه بشكل في حرص شويه علشان هو زي السيراميك لو حطينا عليه الحلل جامد ممكن يتكسر. الحرارة في البوتاجاز الكهرباء بتتحدد عن طريق أرقام مش بشكل يدوي، فبالتالي نقدر نعتمد على الدرجات اللي مكتوبة على البوتاجاز، وبالتالي الوصفات ما تبصش مننا. من مميزات البوتاجاز الكهرباء كمان ان مفيش حوامل عليه من فوق، فواحنا بنحرك الحلل عليه مش هتتجرح من تحت ويفضل شكلها كويس طول الوقت، وكمان هنقدر نحط حاجات حجمها اكبر بكتير من البوتاجاز العادي. علشان البوتاجاز ده سطحه املس بيكون سهل التنظيف جدا. وبعد ما عرفتي كل الانواع والاشكال اختار اللي يناسبك، عشان دايما المهم راحتك.